المتسابق الثاني بإذن الله تعالى. نتعرف على المتسابق الثاني من خلال هذا التقرير، والمتسابق هو بدر الشمري. يا طيب، هلا هلا بالغالي، هلا محمد، الله حي نورت. طيب المحل نورت ما شاء الله. ايش عندك باب؟ والله من يوم انا خريج ابو عايد وانا جالس وعاطل، وقلت اقضي الاشغال واقضي وقتي. ما توظفت شيء من لا من والله يا ابو عايد، يا حبيبي ابشرك توظفت امور زين. يا رب ما شاء الله، اي والله الله يبشرك بالخير. ذكرتني يا ولد، في شركه طالبين نفس تخصصك وطالبين وظايف واجد. تكفى يا محمد، اي والله هذه رقمها ما ابد، بس قدم عليهم وبد ابد. عندهم وظايف يا ابوي نفس تخصصك، شركه بعد عندهم رواتب عاليه وضخمه جدا. كمها لله بعدين المره الثانيه زرتها بالمحل ان شاء الله. الله يجزاك، اللهم لك الحمد، اللهم لك. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. انا سمعت عندكم وظائف هنا بالشركه ونفس تخصصي، فقلت اقدم عليكم طال عمرك، وهذه السيره الذاتيه كامله بها جميع المعلومات. خل الملف هنا على جنب، وانا حاب انك تتكلم عن سيرتك شخصيا، وحاب اتعرف عليك. ابشر طال عمرك، ابشر. معك اخوك بدر راشد الشمري من منطقه حائل، عمره 26 سنه، تخرجت من جامعه حائل تخصص خدمه اجتماعيه. طال عمرك كم الفتره اللي جلست بعاطل؟ والله فتره لا هي طويله ولا قصيره، ممكن 3 سنوات. وش سويت به؟ اتجهت للسوشيال ميديا وكونت قاعده جماهيريه الحمد لله. فبدال الجلسه والعطاله وضياع الوقت، شفت الوالده عندها نفس بالبهارات وقلت اني اشاركه، منه بر مباه ومنه اني انا استفيد، فصرت اسوق له الحمد لله. الاوراق الحين موجوده عندي، وإن شاء الله بإذن الله أني راح نتواصل معك خلال هاليومين إن شاء الله. الله يطول بعمرك، وفرصة سعيدة طال عمرك. حنا سعيد، شوفك على خير إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. اللهم لك الحمد والشكر، أقول لك ما تضيق إلا تنفرج. أبشر الوالد أن الأمور زينة بسم الله. الله يسعدكم. بالبداية نقول بسم الله الرحمن الرحيم، أي شيء يبدأ بدون بسم الله فهو أبتر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الأخوان الأساتذة، أخوان المشاركين، السادة المشاهدين، أسعد الله مساكم بكل خير. مثل ما شفتوا أنا بدر بن راشد الشمري، أملقب يا أبو حصة. شكرا شكرا. أقول في لهجتي والتاء حي وملي، يا طربتي تسني على الحرف مايل، نغمة حتي من زينها جيت كلي عرج النبض بالحب العيون حايل. مثل ما شفتوا بالتقرير شاب من حليل وبسيط، أكبر طموحات وأحلام أن يكون مساهم بهالمجتمع. طبعا أنا متخصص بالخدمة. هلا، أنا متخصص بالخدمة الاجتماعية. قصدي يدير الموضوع ولا عاد؟ أيوة، أنا متخصص بالخدمة الاجتماعية. ماذا لخبطوني اليوم؟ أنا متخصص بالخدمة الاجتماعية يا الربع. بدر أنت تصرف يعني؟ أيه، ما أدري وش أتصرف. ربعك وتفاهم معهم ولا رتب الأمور؟ عسى ما أشر يا ولد، وبك بلند. اجلس يا ابن حلال. الله العظيم، أنا يا جماعة الخير والله ما عليش صار فيه شوي شوشرة، أنا بغيت أتفاهم معك تفاهم ثاني، لكن احترام اللجنة يعني هد الوضع. انا مشكله والله، مشكله يتنرفز. انا هذه والله من طبعي هذه، لكن يتنرفزت. انا مشكله تصير عندي توترات توقعت ضمن مشهد ثاني. تفضل كمل. اقول انا متخصص بالخدمه الاجتماعيه يا جماعه الخير، لايماني الكبير بدور هالتخصص في خدمه البشريه. الحمد لله درست وتعلمت وخذيت الشهاده بعد تعب وعناء وجهد لنشاطاتي بالتواصل الاجتماعي، واؤمن ايمان تام بان العفويه والابتسامه والتواضع تخليك تتربع بقلوب الناس هذه كلها. شكرا. والحمد لله اللي خلى متابعيني يزدادون يوم بعد يوم، وهذا خلى عندي مسؤوليه كبيره تجاه اللي انا اقدمه. لازم نكون فيه قيمه وفيه فضائل تجاه المواقف اللي نقدمه. طبعا صار من اهم الاشياء عندي القيمه اللي ممكن تستخرج بقالب مسلي اللي احنا نقدمه. شكرا شكرا. بالنسبه للوطن، الوطن شلون ابن عمره، الوطن طبعا له حق علينا،
فأنا وأنت وأنت وكلنا من جنود المخلصين بدينا أسلحة نملكها. فاليوم أنا كناشط كل صفحاتي على المواقع التواصل الاجتماعي كلها فداء للوطن. شكرا شكرا. أنا ما أخفيك مريت بمواقف كثيرة، في بعض المواقف كادت أنها تحبطن وتعصف بكل آمالي، تحبطن وكادت أنها تعصف كل آمالي. أنا ما أخفيك كم تجاهلت كل هالكلام المسموم هذا وخليته على جنب، ودخلت بتحديات مع نفسي وشلون أفرق بين اللي انتقدم هدف وبين اللي وجه لي إساءة. يا رجال ما راح تصل، خلك مكانك، ترك إنسان ماله، المال عنده للمال وطعم الباهت ماله. هالكلام هذا خلى عندي يا جماعة الخير الإصرار ألف، وإذا أنتم تبي تزيدون عليه هابت سامح لكم بحل، زيدوا عليه في بقى. من هالمواقف السلبية يا جماعة الخير، من هالمواقف السلبية اللي صارت، كان في اجتماع وكنت أنا موجود باجتماع، ففي ناس يوجهوا لي إساءة وفي ناس ينتقدون بهدف. أنا ما أتكلم ولا أرد بالكلام، أنا أرد بالأفعال، وأنا اليوم موجود على مسرح بداية وهذا أكبر نجاح لي. من المواقف الإيجابية اللي صارت لي، كان في إعلان يوم من الأيام مطعم وكنت أنا موجود بالمطعم، داخل واحد عمره بالعشرين وقال بالله نبي ناخذ صورة تذكارية، قلت تفضل، خذينا صورة تذكارية، قال بالله أبيك برا. أنا ما أخفيكم قلبي يقول لي يا ولد شبي، أقول والله ما أدري شبي، خلنا نشوف. طلعت برا معه توقعون والله يا الربع أنه صدمه بكلامه، وضربت خنقة هنا، انخنقت من كلامه. قال أمي تبينا بس أمي تبيك بالسيارة، وجاية هي اللي قالت لي أنها تبي. أي والله يا جماعة الخير حبيبي، وهي اللي جايبتها هنا للمطعم وشافت سنباتها قالت تكفى يا وليدي نروح نسلم على أبو حصن. والله يا جماعة الخير أنا ما أخفيكم، أنا والله ما قدرت أحكي لأنه موقف صعب. أنا رحت يمه، حتى هي مرة صغيرة، مرة من الحريمة القديمة الكبار، حتى ما تلبس نقاب، مغشيت ألبس غطوة. يوم أقبلت عليها قالت هلا أبو وليدي يلا حيو، دعت لي ودعت الوالدي ودعت لي بسعة الرزق، وقلت الله يجزاك خير على هالجية ولت بالمثل، والله يخلي لك ولدت إن شاء الله ويطول بعمرك. محبة الناس يا جماعة الخير محبة عظيمة، والله يجعلنا إن شاء الله محبوبين عند الله سبحانه وتعالى قبل الخلق. طبعا هلا من الدوافع اللي خلت أن أقدم على برنامج زد رصيدك لأن كنت قريب من برامج الواقع أو سياسة برامج الواقع. أنا كنت مشارك ببرنامج صباح حياتك مدة 3 شهور مع الإعلامي الغالي فواز الحارثي، نوجه له تحية من هالمكان. من أبرز المميزات اللي ببرنامج زد رصيدك هي أنك تخليك تفكر بالكلمة قبل تقولها، وساهمت بوجود ناس لهم ثقلهم بالساحة. أنا بإذن الله أجزم أنه راح تكون لي إثراء هل إذا دخلت بإذن الله القرية واستفادة بإذن الله واستفادة. لحظة يا عيال أضيع أنا إثراء إن شاء الله واستفادة. أي والله تقول الساعة يا ولد دقيقتين. وبإذن الله أني أدخل شخص وأطلع شخص ثاني بإذن الله. من الأهداف اللي داخل البرنامج بإذن الله راح أتكلم عن مواقف كثيرة نتعلم منها جميعا، وراح أساهم في رسم الضحكة والابتسامة على وجيه الناس هذه كلها مع إحياء بعض القيم من خلال المواقف اللي تصير لنا. 3، أنا معي شهادة CPR يا جماعة الخير والحمد لله وشكر، فيه واحد ثاني معي شهادة CPR اللي هو محمد القحطاني، فصار محمد مطيري، معليش خلخبطك، محمد مطيري، فالحمد لله وشكر الله رزقكم باثنين. يعني دخلنا القرية إذا قالها الله شفتات، واحد بالنهار واحد بالليل، حلو. في ناس عندنا هنا مشاركين الكلام سريع شوي مثل أبو حور يمكن يوم من الأيام يبلع لسانه، فحنا بعد الله أن نحل الأزمة هذه. وأبو محمد المطيري، محمد المطيري متخصص بالأشياء هذه، على طول يطلع بإذن الله يطلع لسانه. بإذن الله حاب أقدم نفسي من خلال شاشة بداية كراوي أو حكواتي على قولتهم قد ما أقدر، من خلال بعض القصص اللي يطلع عليها اللي تكون بها فائدة وقيمة. طبعا بعد البرنامج استمر، بعد برنامج يا جماعة الخير القهوة هي أعلمنا الأساتذة أن بعد البرنامج طبعا هذا الشيء بيننا وبينكم، وأنا إن شاء الله أدري أن سر بير ما راح تعلمون أحد،
الوالد الله يطول بعمره ووجه له تحية من هنا افتحت مشروع وكانت من فكرته وقالت يا وليدي بيك تشارك. قلت شاركت وش هو المشروع؟ قالت أبي لي أفتح المشروع بهارات. قلت كويس. قالت معتمدا على الله ثم عليك. أبشر. أنا ما أخفيك ما خاف إني أفشل بهالمشروع هذا لأني ماني متعود على المشاريع وخاف إني حصل لي ضربة ترب. صدق والله. لأن قالت لي قالت يا وليدي إذا تميلت عن الجادة ترى مو أحسن لك. فأنا اليوم يا جماعة الخير ترى بوجهك. بوجهك. يا حبيبين أنتم. طبعا مع استمرارية مع استمرارية النجاحات بهالمشروع إن شاء الله وراح أوسعه بإذن الله ومع السعي خلف أحد أحلام المشاركة في نهضة هالبلد من خلال الوظيفة. هذا مشروع بدر الشمري بكل بساطة. أتمنى من الله القبول ثم منكم. شكرا. إن شاء الله. حبيب الله يسعدك. الله. يا حبيبي لك. يا حبيبي الله يسعدك. أنا أقدم أول شيء اعتذاري واعتذار فريق الإعداد أصحاب الفكرة وجاي نعتذر لك. الموقف الذي حدث هو مدبر ومقلب معد سابقا حتى نشوف ردة فعلك. والشباب هنا تراهم أنا اللي أنا أتكلم. الله يسعدك. الله يسعدك. يبغى مشروع لا الحركة هذه تراها مقصودة. أنا مكلج بليه عبد خالد ارتبشت والله أنا ارتبشت. الله يسعدك. الحركة هذه مقصودة. يقولوا أهل الشمال أصدورهم واسعة. واسعة بس اليوم صعب ما هي واسعة. واحد من ربعنا الله يرحمه يقول خلك على زلات ربعك شمالي وخلك على فعل الجمايل جنوبي. ما شاء الله هذا مثل. إذا أنا واسعة. قلت لازم حتى أقدم الاعتذار أجي لين هنا يا حبيبي. وترى أيضا اعتذار فريق الإعداد أصحاب الفكرة وأنا والله أيدتهم عجبتني. والشباب ما قصروا ما شاء الله عليهم. بس قول لهم في مغلب على طول بدوا يطمرون. الله يسعدكم. الله يسعدكم. الآن نبدأ التقييم. الله يسعدكم. أنا والله أني أحس بأنه صدق يعلم الله. أنا أحس بصدق. تفضل عندك هذا. كاذب أنا أضرب بوجداره. هلا يا حبيبي. الله يسعدك. اللي يقول لي يطلع علي يزن كلام. كلام. ما مدلنا كلامنا شكين يا ولد. أهنيك على هالكاريزما الجميلة و روحك الرائعة اللهجة الحائلية اللذيذة أيضا. شكرا. الجميل فيك أبو حصة جسدت في داخل المنصة إنه الموقف المزعج اللي صار قدامك ما استطعت أن تعبر بكلمة سيئة تجاه زملائك مع إنه موقف مزعج ومحرج. هذا يدل على أخلاقك العالية وروحك الجميلة. يا محمد شباب مساكم الله بالخير. طلب الوالدة أنك تشاركها مشروع تجاري. وش مقوماتك الشخصية حتى تشاركها مشروعك مشروعها التجاري؟ مقومات شلون يعني؟ وش المميز عندك اللي تجعل والدة تثق فيك وتشاركها في المشروع؟ يمكن يقولك دائما القعدة حب ورعدة إحنا عندنا وأنا صار العنقود. يمكن تشوفهم شيء مميز عن الثاني. أنت شخصيا ماذا ترى في نفسك؟ وش الجانب اللي سيساعد مشروع جميل للوالد الله يحفظه؟ الإعلان والتسويق وال... إيه طبعاً الإعلان والتسويق. أنا الداعم بالإعلان والتسويق. هي علي طال عمرك تجهيز البهارات تخليطهن تضبيطهن وأنا علي الإعلان والتسويق. هل تعتقد أن هذا كافي أبو حصة؟ النص بالنص ما في شيء يروح كذا أبو حصة. هل تعتقد أن هذا كافي أنه مشروع فيه مال وفيه دخل كبير قد يكون إن شاء الله بإذن الله مع تسويقك الكبير وأيضاً شهرتك أثناء البرنامج وبعد البرنامج بإذن الله؟ هل تعتقد أن هذا كافي فقط أن أنت عندك شهرة في السوشيال ميديا؟ لا طبعا مو كافي لكن كبداية مشروع إن شاء الله أنه كافي. لكن بإذن الله أنا قلت بعد البرنامج إذا الله كتب ودخلنا راح أطول من هالمشروع هذا بكل شيء أقدر عليه. طيب شخصيا أنت ماذا ينقصك حتى تطور في شخصيتك؟ أنا ما ينقصن شيء إن شاء الله لكن ناقصن بعض الأفكار لأني ما بحياتي فكرت المشروع ولا طرى بالي اني افتح مشروع. لذلك هذا سؤالي لك. وش اللي ينقص ابو حصه حتى يطور في شخصيته اثناء برنامج زد رصيدك 100 يوم؟ ماذا سيحتاج؟ هل سيبحث عن الناس الناجحين في التجاره ويستفيد منهم؟ وش الجوانب اللي تعتقد انه اذا اخذت فيها ستطورك جدا؟ طبعا اي شيء الاستشاره. انا احب استشير خاصه إن اصحاب المهن وعندنا ناس ما شاء الله فلوس استثماريين يمكن يتعاقد معه يصير النص بالنص ما ندري. الله يسعدك. الله يسعدك. طيب
أبو حصة يعني هذا فعلًا أنت روحك جميلة، روحك في التسويق والرواية وقص القصص هذا لا يشق لك غبار. أعتقد أن بحاجة كبيرة جدًا تستفيد من الشباب في إدارة العمل التجاري. ليش؟ وش الشاهد؟ الموقف اللي صار قدامك الآن قبل شوي الشباب سووه، روحك الجميلة ما استطعت تتحرك، أبو يارا هو اللي قالك تحرك، ربما لأنه مقلب شيء مزعج، ولكن أنت بحاجة كبيرة جدا، والشباب أيضا اللي يسمعون بحاجة كبيرة جدا لأساليب القيادة والإدارة حتى تتحرك بشكل مناسب تجاه أي موقف سلبي. ولكن أختم كلامي، أنا متشوق جدا لسماع القصص والروايات الجميلة ستحكيها في داخل القرية إن شاء الله. إن شاء الله. يلا انك تنجز على خير يلا. يقولون ان روحك الجميله جعلت الشباب يلتفون حولك دائما خارج يعني اسوار القريه والبرنامج، ففي الفندق تلقاهم جالسين معك يسمعون سواليفك في السياره في الباص في الروحه في الجاي، فيقول انت محبوب لهالدرجه، هل هذا فعلا صحيح؟ وما هو السبب في وجهه نظرك انت؟ والله انا ما امدح نفسي اقول اني محبوب، هذا السؤال توجهه لهم طال عمرك. طيب بما انهم دائما يجلسون حولينك ومستانسين يقولوا يا زين سواليفك، ليش؟ يمكن علشان اللهجه، لان اكثر من واحد قال لهجتك حلوه. وفي ناس قالوا لي يا ولد غير لهجتك، لهجتك ما هي زينه. قلت يا ربع انا لهجتي انا ما اقدر اغيرها، لو بغيرها شو بقول يعني؟ لا خليك، احنا تعودنا عليه وهذه لهجتنا ما نقدر نغيرها. يا حبيبي يا ابن عمك. طيب الله يسعدك. عندي سؤال لك قبل ان ادخل الى هنا بدقائق، كنت أشوف في تويتر فقالوا لي فيه مكتوب في تويتر ترند واصل رقم 2 على مستوى السعودية اسمه مشروع أبو حصة، فهل هذا جهود والله العظيم أنا مشكرون عليه؟ إيه هذا لك مشاركة فيه ولا ما تدري عنه؟ لا لي مشاركة به. الله يعينك على إدارة القناة لأنهم مانعين بعض هالشغلات وأنا أطلع برا الموضوع. لا إن شاء الله أنهم أنا خلاص أنا كأنك ما قلت شيء، لأنه يعني ما شاء الله تبارك الله متقدم وحركة جيدة للاستعداد. خلينا نرجع مرة أخرى، عندك عدة مميزات رائعة وجميلة. رقم واحد الخدمة المجتمع، من ما كان يعني الإنسان دائما معطاء للآخرين إلا وجد هذا النجاح ومحبة الناس له، لأنه يقدم ويبذل، وإذا أحب الله عبدا سخره للناس يقدم ويعطيهم، فهذه رائعة وأن أحد أهدافك. رقم اثنين أنك لا تتوقف والإصرار ألف على قولك، وإن شاء الله تعالى أنه مليون ويتجاوزها إلى مليارات. رقم ثلاثة كلمة قلتها وراقت لي كثيرا، أنه ردي بالأفعال وليس بالكلام، يعني ملينا من الكلام، فيعطيك العافية، نحتاج في هذا الزمن الأفعال. بما أنه أنا عندي كتاب اسمه الإعلام والقيم، فكل ما قلت كلمة قيم تطربني، كل ما قلت قيم قلت يا الله، فعشان كذا أنت تراك ما أخذت قيم عندي عالي، بس عشان إيش؟ عرفت السر والمفتاح اللي عندي القيم المحتوى الشغلات هذه، فما شاء الله تبارك الله، فأنا أقول لك انطلق في عالم القيم. شكرا. سؤال أخير وأختم به أبو حصة، ذكرت في معرض حديثك صفحاتي في شبكات التواصل الاجتماعي جميعها في خدمة الوطن، هل هذا شعار عام ولا فعلا في تطبيقات شيء سويته سابقا وفي تاريخك وفي خلال الفترة السابقة ومسيرتك؟ لا أعطينا نماذج يعني. يوم من الأيام سويت كذا نقول ما شاء الله عليك، سواء في يوم وطني في يوم من الأيام التطوع خدمته فيها المجتمع والوطن أو أي شيء من هذه. أكيد حنا مشاركين مع الوطن كل شيء، عطني خاصة الأيام الوطنية مشاركين حنا، أكيد في احتفالات بكل منطقة في احتفالات لليوم الوطني، إلا عاد احتفال السنة هذا أنا ما حضرته. فمشاركين الحمد لله والشكر، حاضر بقلبك وبمشاعرك. حاضر بقلبي ومشاعري وكل شيء، وحنا كلنا فدا لهالوطن. يعطيك العافية ما شاء الله ما قصرت، وعلى القوة. أتوقع والله تعالى أعلم، حنا لسه في الأيام الأولى، بس خليني أحاول أن أقرأ المستقبل، سوف يكون لك شعبية وجماهيرية عالية إذا استمريت على عفويتك الجميلة الرائعة دون تصنع، هذه تلقائية عندك إن شاء الله. تفضل أبو حصة. أنا لازم تطربنا الآن، لازم تعطينا جوك. انا شفت اوراقات انا دوخ والله اني ما ادري والله العظيم خربت ما لقيته على شيء اكبر. لا طيب غيرك اي ردها ما شاء الله عندك موهبه. وش الحكمه؟ اوه ما شاء الله تبارك الله. طيب فتحنا بسم الله الكاميرا الاماميه،
تفضل. يا الله يا ربي وانت ربي. لازم بصمتك الخاصة. ايه. كل الناس تعرف سولك. اللهجة الشمالية طبعا لازم ضرورية. قال لك كم معي وقت؟ 30 ثانية. ولا أجل. خلاص فكرت وخلصت. بالله؟ ايه. خلوه خلوه عيال هدوء هدوء. خلونا ناخذ ورة. ابو حصه خلوني الربع خلوني حد بسم الله تبارك الله بسم الله تبارك الله ترى هذه الربع من ارتباك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله. طبعا اخوكم بدر الشمري احد متسابقين زد رصيدك باذن الله ان يدخل مع الباب هذا اذا قاله الله. طبعا الحكمه هي ضاله المؤمن. خلك حكيم دائم يا جماعه خلوا حكم الحكمة دائم خلوه معكم. شكرا لكم نلتقيكم بإذن الله في وقت لاحق. نكست ها طيب يعطيك العافية أبو حصة الله يعافيك والوقت معك تكتب كمل كتابة ما يليها لأنه اليوم ما شاء الله متسابق الأول والثاني كلهم تجاوزوا الوقت فالوقت ضيق عندنا خلونا ندخل وإياكم إلى المتسابق.